الخارقين. صحيح. انت بطله خارقه او لا؟ يعني نص خارقه. انت لازم تتمرن مع جون بيير شو هي بطله خارقه. يعني جون بيير اليوم رح يعطينا تمارين منزليه لكسر الملل. صح. اما بنحبهم اليوم ابطال خارقين وتقويه المناعه على حسب الشخصيه اللي كنا نشوفه فيها في الفيلم انه تحول الى بطل خارق و... وقضى على كل شيء. ما رايك انت في الموضوع؟ فينا نقضي على الكورونا بالسبورت. يا ريت. ان شاء الله. امنيتنا. صحيح. الرياضه بتساعد على الحفاظ على صحتنا وبتساعدنا على كمان مجابهه الامراض. صحيح. صح. بتطولنا مناعتنا بالدرجه الاولى وبعدين بتخلينا نفسيتنا احلى تكون. بس نعمل رياضه بتتحسن نفسيتنا. خلينا نبدا. خلينا نفسي. ننصح مشاهدينا. نحن رح نروح على الرياضه اللي هي شوي فيها اكثر كارديو ما نشغل عضلات مع انه نحن بالبيت ما في شيء نعمله الا ناكل. صحيح. وانا اغير هالروتين لنجرب نعمل رياضه في مشاهدين يعملوا معنا. فرح نبلش بالسكوات. بس السكوات رح تكون بطريقه مختلفه شوي. رح نعمل اثنين سكوات رح نعمل نطه معهم. اثنين سكوات رح نعمل نطه معهم رح نعملهم 10 مرات لحتى نبلش نعلي الدوره الدمويه. بس نخلص هذه السكوات رح نروح على اللانجز نفس الطريقه. اللانجز شو رح تكون؟ رح تكون وحده اثنين ونبدل. ننزل واحدة اثنين كمان منبدل. شو عم نعمل هون؟ عم نعلي الدورة الدموية. عم نجرب نعمل عضلات اجرينا اللي بيحرقوا كثير سعرات حرارية بخلصونا من الاكل الزائد يلي نحن اكلناه بفترة الحجر الصحي اللي عم نعمله بالبيت. بس نخلص هيدي رح نروح على الحيط لحتى نقعد بشكل سكوات بهيدي الطريقة ونجرب نضاين دقيقة بلا ما نحط ايدينا هون. هلا اذا عندنا ابننا او ولد فينا نحطه هون. تنزيد الوزن. بس مثل هذا التمرين شو بنقص؟ هذا بقوي لنا عضلات اجرينا وبسرع دقات القلب لانه نحن شادين على حالنا لنضاين بهيدي ال نعم. وقد ايه بنقص؟ يعني هل هناك عدد كالوريز معين ممكن انه ينزل بمثل هذه التمارين؟ صح. يعني نحن كل هذه التمارين بتاخذ تقريبا شي 10 دقائق. نعم. بتحرق شي 250 كالوري. 250 كالوري شيء كثير منيح. 10 دقائق يوميا و250 كالوري مهمه. صحيح. رح ننقل على الستيب. الستيب رح نعمل عليها تاتش بهذه الطريقة. شو رح نعملها تقريبا شي 40 مرة. ممكن تكون حاجة عالية جون بيير، يعني أحيانا إنه يكون عندنا هذاك الكاوتش اللي موجود عندنا في الدار. ممكن عليها هذا الستيب هلا. سيري. هلا رح نعملها. بس نخلص هيدي، رح نروح على التمرين يلي بنعلي إجرنا وبننزل. هلا فينا نعلي إجرنا وننزل ننزل إجرنا على الأرض نرجع نطلع عن جديد. مثل ما شايفين. ومنبدل بالإجرتين. كل واحدة 10 مرات. كل واحدة 10 مرات. ما نقفوش بيناتهم يعني انه ورا بعض. لا فينا نعملهم ورا بعض. نحن هدفنا نعلي دقات قلبنا. هلا مثل ما حكيت انه عندنا كاوتش رح نعتبر هيدي كاوتش. رح نطلع بهي الطريقة. وننزل. كمان. ننزل. هون بدنا ننتبه اذا معنا اولاد ما يوقعوا. ايه لانه الاولاد بيكونوا بدهم يقلدونا وبيوقعوا. هون شو عملنا نحن؟ حمينا اجرينا، حرقنا شوية سعرات حرارية، هلا بنقول لنمرن الجزء العلوي، الجزء العلوي شو كيف بده يكون؟ يا بدنا نعمل بوش اب، يا بدنا نعمل معدة، رح نجرب نخترع حركات بالبيت تيكونوا كلهم عم يتسلوا. أول وحدة على الكاوتش رح نعمل بوش اب. رح نعملها 10 مرات. نفترض عملنا 10 مرات، نحرك خواصرنا. بهي الطريقة. سو هيك بنكون عم شغل معدة معها. بس نخلص بدنا نشغل الترايسبس، كيف بنشغل الترايسبس؟ نرجع الكاوتش من قدام نقعد نحط ايدينا هون وننزل بهي الطريقة. هيك شو بنكون عم نعمل؟ عم نشغل ترايسبس. رح نعملها 10 مرات كمان. بس نخلصها لهيدي رح ننقل لحتى نعمل بوش اب على الارض لحتى تكون اصعب. شو بنعمل؟ بنعمل معها بوش اب بطريقه الترايسبس. نقرب ايدينا لتحت كتافنا وننزل بهي الطريقه وبنطلع. من اصعبها اكثر بنعلي اجر. نعم. هي اصعبها اكثر. بتعرف هذا التمرين. كمان بنعلي اجر ثاني. اي انا هذا اذا عملته نكمل نرقد ديريكت بعدها. في طلع شيء. من اصعبها اكثر بدنا نشتغل اكثر. نروح على البنش وحده بوش اب نعمل 5 مرات 6 مرات نرجع ننزل بوش اب كمان بنفس الطريقه. من صعبه اكثر من سرعه.
كمان. خلصنا هيدي رح ننقل على تمارين المعدة لأن كل العالم بحب المرنوه وبالبيت بالأخص. رح نجيب الطابة. هلا فينا نحن إذا ما عندنا طابة نحط إجرينا على الكاوتش. نعم. رح ننزل بهي الطريقة. يعني مثل هذه التمارين كثير مسلية لما الواحد عم بيشاهد بيكون تلفزيون مثلا أو بيكون مجتمع مع عائلته مع أولاده الصغار ممكن أنه الكل أنه يشارك فيها أيضا. صح فيقول لهم تعالوا نتمرن تعالوا نتحرك شوي بهي الطريقة بيحرقوا كالوريز. سو رح نروح على الكرانشز رح نعملها كمان 10 مرات. ننتبه كثير منيح ما نقرب رقبتنا كثير لقدام أو نشد فيها. إذا ملاحظين حاط أصابيعي لهون وبطلع. بس خلص الكرانشز فيني شغل الخواصر عن جديد بهذه الطريقه. بدي اذكر انه اجرينا فيني نكون على الكاوتش. هاي شو بدنا نكون على الطابق. سويس بول. بس نخلص هيدي فيها نحط ايدينا ونطلع كمان عن جديد. هول بيكونوا حركات يلي نحن وظهرنا على الارض بينما حركات يلي وجهنا بده يكون على الارض يلي هن اخر شيء رح يكونوا البلانك. نعم. بهذه الطريقه. بدنا صعبة بنعلي اجر بدنا صعبة اكثر فينا نبدل الاجرين وفينا ننقل على البوش اب وننزل. نعم. وهيك بس هي التمارين انه انت بتنصح بممارستها يوميا؟ فينا نعملها كل يوم هي 10 دقائق مش اكثر، كل يوم اذا عملناها بكون كثير عم نستفيدوا. نعم. جميلة الفكرة 10 دقائق يوميا هكا الواحد يستفيد. صحيح. صحيح صحيح ولا شكرا لك جون بيير. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك المستشار بالصحه واللياقه البدنيه جون بيير غالي على هذه التمارين المشجعه بعتقد اليوم امين راح يمارسها بالمنزل ان شاء الله. انا قاعد نسعى يوميا لممارسه التمارين ولكن المشكله انه الفرش معناها انه يعني يجذب اكثر. اذا مشاهدينا دعونا نذهب الى فاصل اخير ونعود بعده مع اطلاله من الاردن. تابعونا.